السلام عليكم اخواتي، اليوم جيت نهضر لكم على الدبلوم. السلام عليكم اخواتي. المهم مشو العنوان ديالنا هو الدبلوم. الاخوان ديالنا كما بزاف اللي طلبوا لي نهضر لهم على الدبلوم، وجيت نهضر لكم على الدبلوم. الاخوان خليكم معنا. الدبلوم شنو هو الدبلوم؟ الدبلوم هو واحد الوسيله ديال كيفاش نقول لكم، باش ديال واحد الحاجه كتخدموا بها ضروريات ولا ماشي حاجه. المهم بالنسبه نهضر على واحد النسبه ديال واحد الناس باغيين يخدموا على راسهم، المهم نظرا ان واحد الناس مساك اللي ما خدامينش، اللي خدام اللي سال عليه. يا شحال من واحد كتلقى جالس في راس الدرب مريح، ما عليه ما بيه، مسكين مريح، ما عنده، مسكين ما عنده لا خدمه، قرا ما جابش الله. ما تقولش البلاد ما عطاتنيش، راه كاينه الخدمه وانا نعطيك الطريقه كيفاش تخدم اخوك. ما درتش انايا، انا خارجين في السابعه، تبعني توصل ان شاء الله. المهم كاينين بزاف ديال الحوايج، انا نعطيك حاجه وحده. مهم ادخل مثلا، ما عندك لا صناعه، ما عندك حتى حاجه ما عندك، والصناعه اللي باغي تدخلها نقول لك يا دخل الحلاقه سهله، ما نقولكش انا صعيبه بحال داكشي. واحد اللي كيقول لك لا ما ديرش الحلاقه، لا ديرها خويا، ديرها، انا ننصحك بها. مهم مره ما دير اخويا الحلاقه، انا ملي كنمشي اول حاجه كتفكر فيها كتقول خصني ندير الحلاقه، كتمشي عند شي صاحب كنت كتحس عنده ولا شي واحد ما كتعرفوش مثلا، كنمشي اي واحد غادي تقصدو غادي يقول لك مرحبا، علاش؟ حيت صاحبي باغي تخدم، باغي تعلم الصناعه. المهم الاخوان كتدخل المره الاولى عنده كتقول له خويا باغي نتعلم الصناعه، كيشدك فهمتيني، كيشدك. المهم الاخوان كيشدك في المعهد ديالو، كتبقى تتعلم درجه درجه فهمتيني، شويه بشويه كتبقى تقدر يسار شويه، كيعطي داك الكبار شويه بشويه، النهار اللي ما تخرجش درهم، النهار اللي تخرج تخرج 100 درهم. المهم تبقى غادي. المهم مور ما كدير كتدخل وكتاخد الصناعه من داك السيد اللي تعلمتي عنده، موراها كتبقى تكسب الكليان بشويه. شنو كيوقع؟ كتولي كتدخل هاد النهار 50 درهم، هاد النهار 30، غدا 40، غدا 100، تقدر تدخل 4000، تقدر تدخل 8000. المهم ما علينا، انت قلت لك في الاول ما كان عندك والو، سواء كان عندك لا صنعه لا فلوس، بغيت تدخل مدرسه ديال بريفي خصك الفلوس، خص 1000 ريال في الشهر، ما عندكش. تبع الطريقه اللي قلت لك انايا، دخل عند صاحبك تعلم الصنعه بشويه بشويه، صاحبك راه فهمتيني ما يقولكش لا، ضروري ما غاديش يشدك، اي واحد قصه غادي يعلمك اخي. هي هذيك كتدخل عند السيد كتبقى مرتك مرة 3 اليوم، حتى وليت كدور الحركة فهمتيني، حتى وليت كدخل الصرف شي ما كانش المواسع سيدي داك المصيبة. المهم كتولي كدخل الصرف، كتولي تدخل مرة نهار درهم، غدا جوج، غدا 3، غدا 4، غدا 5، غدا 6، المهم غدا كتبقى تدخل 60 درهم، مرة 50، مرة 40، المهم كتبقى مدور الحركة. شنو كدير؟ كتجمع واحد البركة فهمتيني، كتمشي كتشري ديبلوم فهمتيني، كتمشي داك الديبلوم اللي كتبقى تقرا، كتخلص السالف كل شهر. باش كتبغي تاخد الدبلوم ديالك كتشري في البريفي ماشي في الدولة، باش كتبغي تاخد الدبلوم ديالك كيقولك 1000 درهم، علاش عليك الغالي؟ سير خلص داك 1000 درهم قول لهم عطوني ديبلوم. انا كاين ديبلومات كيتباعو موجودين. ديبلوم شناهو؟ انا نوريكم ديبلوم، مجرد واحد الورقة، هاهي مجرد ورقة كتعلق في الحيط. شنو اللي عندك في يديك؟ عندك تعلم الصناعة في يديك. أما المرة مكيحسنش بالديبلوم، كيحسن بيدي. إلا جلس الكليان على الكرسي، شنو كيتعلم؟ راه مكيشوفش في الديبلوم ولا كدا. الديبلوم كتبقى واحد الوسيلة فوق الشبعة كيفاش نقولو، ولا جاتك شي مشكلة برا ولا سهل عليكم. المهم الديبلوم ماشي زعما شي حاجة، حنا كنقولو لأن يعني تكون عندك ديبلوم راه صافي عندك الكنز. نقدر نكون أنا عندي ديبلوم، نتا بلا ديبلوم تقدر تربحني في الصناعة، تكون صنايعي عليا، علاش؟ حيتاش الهزيمة راهي هي اللي كتخليك توصل. المهم أخويا هادي نصيحة ديالي ما عندي إيه عند خوك محمد من فاس، بغيتي تعلم الصناعة، أقصد أي واحد تعلم، أنا ماشي كنقول لك غير الحلقة، أي حاجة، تقدر نقول لك خويا ديال الحلقة تقول لك خويا مكتعجبنيش. كاين بزاف ديال الصنايعي فهمتي، بزاف ديال الصنايعي تقدر دير هاد الطريقة. المهم انا كنهضر بالنسبة على الحلاقة فهمتيني، على الحلاقة
بالنسبة واش تبغي تدخل 50 درهم في النار ولا تبقى جالس في راس الدرب وكتقول واه ما كاين خدمة، واه ما كاين خدمة لخوتي في هاد البلاد، فهمتي؟ المهم ديبلوم واحد الوسيلة كتعلم كتاخد بشوية بشوية، مور ما كتقول كتعلم الصناعة ديك الساعة كنمشي تشري ديبلوم حيت كتكون دورت الحركة شريتي طوندوس خديتي الماتيريال. المهم هادي هي النصيحة ديالي اللي بغيت نوصلك، بغيت تدخل تسكوين كتخلص واحد 500 درهم في العام صافي بالميل في كل شيء، وراها كتبقى بشوية بشوية. الفرق ما بين بريفي والفرق ما بين الدولة، فيديو جديد ونهضر لكم عليه حيت فيديو طويل عليه هذا ما بين بريفي والدولة، فيديو طويل. وبالنسبة لشهر 4 هذا اللي بغا يقطع الناس اللي باغيين يقطعوا في التكوين راه يقطعوا من السيس، راه واجد هذا هو الوقت ديال التقطاع. المهم الاخوان رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والسلامة وباش كتمنى وطول العمر وشجع الوالدين. المهم اخوتي بالنسبة لي انا ما كنبغيش الشباب الله يضيعوا، كنبغيكم تخدموا على راسكم. ديبلوم راه ماشي شي حاجة، الصناعة هي اللي كتكون واكلة في اليد، راه الدبلوم راه حتى حاجة، فهمتي؟ والله حتى حاجة. هاهو عندي والله ما معلقو، هاهو ما معلقوش، عندي 4 ما معلقوش والله ما معلقو، ما شرفش بيهم. شنو الدبلوم كتبقى واحد الوسيلة إلا جاتك شي مشكلة برا، أما في المغرب راه هي كتعلقو في الحيط، ما شنو حتى حاجة في يديك. بالنسبة أي حلق كيشوف فيا جانتك أخويا شي واحد باغي يتعلم الصناعة شدو شدو على مصنع، عندك واحد الاجر كبير بينكم بين الله. ولكن اي واحد عندك كتقعد لاكارت ناسيونال ديالو وكتخدم الا في سبيل الله وكتعلم مصنع وربي ما كينساركش الخير ديالك. المهم هادي هي الهضره ديالي، ولد فاس معكم محمد من سودا حي جديد. المهم الاخوان عواش مبروكه، رمضان مبارك سعيد وفيديو جديد ان شاء الله. كل ليله كاين فيديو وجوج فيديوهات كل نهار تقريبا. المهم اخوتي الى عجبتكم الحلقه ديالنا ديرو جيم، حنا كندعموا الشباب، هذا هو دابا المقصود من عندنا كندعموا الشباب اللي تعلموا الصناعه، وكنا نقول لكم هذا هو الميساج ديالي. مازال ان شاء الله فينا نزيد نوريكم بزاف ديال الطرق على الحلقه، نعلمكم الصناعه ونوريكم بزاف الحوايج بزاف. الله السلام عليكم.